السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم في قناه مطبخ جمله دراما مع فيديو جديد ووصفه جديده. كنتمنى القاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وبصحه جيده. اليوم بغيت نشارك معكم بهذا البغرير اللي ساهل ماهل، لا من ناحيه المقادير ولا من ناحيه الطريقه. غادي توجدوه بسرعه وخا يجوا عندكم الضياف دغيا غادي توجدوه. كنتمنى يعجبكم الطريقه اللي غادي نحضر معكم هذا البغريرات هادو، وغادي نتلاقى معكم باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. غنبداو بسم الله على بركه الله باستعراض المقادير ديال هاد البغرير هذا اللي ما كنحتاجوش ليه المقادير بزاف. كنحتاجو 3 الكيسان ديال السميده رقيقه، هما هادو كيكونوا مقادين عبار واحد. كنحتاجو الماء، غادي نقول لكم القياس ديالو ملي غنضيفوه. جوج خميرات، معلقه كبيره ديال الدقيق الابيض يعني الفورص، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، ومعلقه صغيره ديال الملح. صافي، هادو هما المقادير اللي كنحتاجو ليهم. غادي نجيبو المولينيكس ديالنا، هي اللي غادي نعملو فيها جميع المقادير. هانتوما غتلاحظوا معايا، غادي نحاولو نعملو كاع العناصر اللي انا ذكرتها معكم دابا في الكاس ديال المولينيكس اللي عندنا. غادي نضيفو المعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، معلقه صغيره ديال الملح، نضيفو معلقه كبيره ديال الدقيق الابيض، ونضيفو جوج خميرات، بالنسبه للماء انا غنقول لكم دابا القياس ديال الماء ديالنا. نضيفو الكاس الاول، الكاس الثاني، الكاس الثالث، والكاس الرابع، يعني ربعات الكيسان ديال الماء. كيكون شويه دافئ، ما كيكونش سخون بزاف، غير دافي واحد شويه. صافي، وغادي نطحن هاد العناصر كلها في هاد المولينيكس هادي، وعاد غادي نتلاقى معكم باش نشوفوا التتمه ديال هاد البغرير. بعد ما طحنا الخليط مزيان، كطحنيه مزيان حتى كيتجانس لك مزيان. ها نتوما غنوريكم الخليط ديالنا كي كيولي. ها نتوما على هذا الشكل كطحنيه مزيان، ضروري طحنيه مزيان، ماشي عاد طحني وصافي وتحبسي، لا، طحنيه مزيان حتى كيتجانس لك مزيان. حتى كتحطيه بديك السميده طحنت لك مزيان مع الماء. صافي، غادي نخويوه في البول ديالنا وغادي نخليوه حتى يخمر لينا، وعاد غادي نكمل معكم الوصفه. بعد ما خليناه حتى خمر لينا، ها نتوما شوفوا الشكل ديالو كي كيولي، كتخليوه حتى كيخمر تماما باش يعطيكم واحد الشكل زوين. ها نتوما كنحاول نخلطو مزيان بالمغرف ديالنا باش يتخلط لينا مزيان بحال هكا، حيت الخميره كتبقى الفوق والخليط ديالنا كيولي لتحت. غنحاول نخلط الخليط ديالنا مزيان، هانتوما بعد ما كتخلطي مزيان بالمغرف كيعود الشكل ديالو بحال هكا.
غادي نجيبو المقله ديالتنا اللي كنخليوها كتسخن على بوطه مهينه، ما جهدناش عليها البوطه، وغادي نحاولو نديرو فيها الخليط ديالنا بحال هذا الشكل. المقله ديالتنا درنا ديال سبعه الوجوه، هانتوما غتشوفوا الشكل ديال البغرير ديالنا كي كيجي، كيجي زوين وعمليه دغيا كتسالي البغرير ديالك في وقت وجيز، ما كتاخذش لك وقت بزاف. غادي ندير الخليط ديال البغرير ديالي في كل البلاصه، هانتوما لاحظوا معايا، وغادي نخليوه حتى كيطيب على خاطرو، عاد من بعد غنبدا نحيد فيه من المقله. غادي نخليكم مع الصور ونتلاقى معاكم. بعد ما طاب لي البغرير ديالي كناخذ هاد السباتولي، هذه هي اللي كنحيد بها البغرير بحال هكا، كنحيدوه غير بشويه بشويه حتى كنحيدوه كامل. ها انتما الشكل ديال البغرير ديالنا كي كيجي، ها انتما كيجي الشكل ديالو رائع وكيجي كله مخرج، ما كيندمكش هاد البغرير هذا غير عمليه. وخصوصا الا كانت عندك هاد المقله هادي ديال سبعه الوجوه غادا تكون عمليه ودغيا غتسر بيك، ولكن الا ما كانتش عندك ماشي ضروريه، يعني الا كانت عندك غير المقله العاديه حتى هو كيجي فيها زوين. كنتمنى تجربوا هاد البغرير هذا لانه كيجي رائع وكيجي زوين، وغادي تجربيه في اول تجربه وغادي ينجح معاك، ثقي بيا غير عمليه. وكنتمنى ترد عليا في لي كومونتير اي حاجه كانت ضروريه غير كتبيها ليا في لي كومونتير. ما تنساوش ليا البنات لي لايك واشتراكات ديالكم باش تعم الافاده للجميع، وبارطاجيو. كنشكركم وكنقول لكم سلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.